هناك توتر الآن في المنطقة الحدودية الشرقية للمحافظة الوسطى، تحديدا شمال مخيم البرج للاجئين، المنطقة التي تعرف بأبرشتيكا، وهذه تعرضت لقصف مدفعي خلال الأيام الماضية. هذه الليلة تعاود المدفعية الإسرائيلية قصف هذه المنطقة بعشرات القذائف. واضح أن هناك استهداف لهذه المنطقة، كأنها تريد أن تفتح شيء ما بالنار وتحول هذه المنطقة إلى منطقة محروقة، بمعنى أنه هذا أحد المحاور الذي تم تداوله، وقد يكون من خلاله أي توغل بري متوقع على قطاع غزة، منطقة جحر الديك أو منطقة الواصلة بين مخيم البرج للاجئين ومنطقة يعني وسط القطاع. لكن هذا لم يحدث فيما يتعلق، هذه بالفعل تقطع القطاع إلى نصفين تقريبا، منطقة شمال قطاع غزة ومدينة غزة عن المناطق الوسطى حيث نحن هنا الآن، ومدن خان يونس ورفح جنوب القطاع.